يعيش قطاع غزة والغزاويون أوقاتا صعبة في ظل التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة. مصاعب جمة تواجه سكان غزة في إعادة بناء الأنفاق التي تصل القطاع بمصر. أنفاق غزة التي تعد شرايين حياة لا غنى عنها تم اختبار فعاليتها إبان الحصار الإسرائيلي على القطاع بعد وصول حماس إلى السلطة، لكن هذه الممرات التي اعتمد عليها الغزاويون في تجارتهم كوسيلة لإيصال السلع الغذائية والمحروقات الرخيصة الثمن من مصر تم إغلاق قسم كبير منها وتدمير بعضها، ما أدى إلى انحسار الحركة التجارية وانهيار الكثير من أعمال صغار الكسبة. تقريبا 95% تدمير أنفاق، تدمير كامل. هنا على الجانب الآخر من الحدود تقوم القوات المسلحة المصرية بتنفيذ عمليات عسكرية ضد مجموعات إسلامية متشددة. تقول السلطات المصرية إن حركة حماس تدعمها وتمولها بسبب علاقات هذه الأخيرة المميزة مع الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي وحركة الإخوان المسلمين في مصر. وقد قامت السلطات المصرية بحسب مسؤولين في حركة حماس بتشديد الإجراءات على الحدود المشتركة مع القطاع والتضييق على الفلسطينيين لدواعي أمنية، حيث تم إغلاق العديد من الأنفاق ما دفع بسكان غزة إلى استخدام معبر رفح بأعداد كبيرة. نعيش في غزة ولسنا مسؤولين عن أخطاء حماس أو أي حزب آخر، لماذا يتم عقابنا بشكل جماعي؟ الحياة في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية أصبحت صعبة جدا بعد أن وجدت حركة حماس نفسها في المكان الخطأ في خضم التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وهي التي عاشت حالة من الانتعاش السياسي لعام تقريبا، عندما أفرز ما سمي بالربيع العربي صعود الإسلام السياسي خاصة في مصر وتونس قبل أن ينحسر بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي. لكن مسؤولين في حماس يصرون بأن ما تواجهه الحركة والقطاع لن يدوم طويلا. واجهنا العزلة السياسية والحصار والحرب التي شنت علينا وتمكننا من تخطي كل ذلك، وسننجح الآن في تجاوز ما نواجهه من تحديات. لدينا الإمكانيات والقدرة على تحقيق ذلك. هنا في الشارع تحاول حركة حماس إثبات وجودها في مفاصل الحياة العامة عبر الحضور اللافت لجناحها العسكري، في إشارة إلى أن الأوضاع في القطاع ما زالت تحت سيطرتها بشكل كامل. أليكس أيوب، BBC.